بحضور سيادة المتروبوليت فينيديكتوس رئيس محكمة الاستئناف بكنيسة الروم الأرثوذكس وعدد من الآباء الكهنة وممثلي جمعيات خيرية، رعت الدكتورة باسمة السمعان حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس حفل إفطار المحبة الثاني الذي أقامته إذاعة صوت الكنيسة بعمان، والذي تم لغايات تمتين العلاقة بين الإذاعة التي مضى على تأسيسها 3 سنوات وبين مستمعيها داخل المملكة الأردنية الهاشمية. وفي كلمة لها خلال الحفل تحدثت السمعان عن الدور الديني والروحي لإذاعة صوت الكنيسة وعلاقة التوأمة بمكتب فضائية نورسات الأردن وعن أهمية دعم الشباب في أعمالهم ونشاطاتهم الهادفة. وأشار عدد من الآباء الكهنة إلى ضرورة دعم الإذاعة لتنقل بالصوت جميع الفعاليات الدينية والقداديس الإلهية من كافة الكنائس الرسولية في الأردن. كما تحدث مؤسس الإذاعة رائد حنة عن قصة تأسيس إذاعة صوت الكنيسة والأهداف التي أنشئت لأجلها.